سلام، مرحبا بكم على قناتكم لو فرونسي فاسيليتي. في فيديو اليوم سنرى حل نموذجين بالنسبه لتلاميذ السنه الثالثه، واحده فقط هنايا بين قوسين. اليوتيوب يعني راهو يغلق في التعليقات بالنسبه للفيديوهات الخاصه بالاطفال، حتى يمكننا ان نحمي الاطفال من لي كومونتير المزعجه والغير لائقه. اذا من فضلكم ضعوا جام فقط، التعليق يكون على المنتدى في القناه او كوميونيتي باللغه الفرنسيه. يمكنكم أيضا ترك تعليقاتكم في المجموعة أو الصفحة من يتابعني على الفيسبوك. إذا نبدأ معا على بركة الله. لانيفرسير دو ليزا، دائما نقرأ النص باللغة الفرنسية ثم نقوم بالشرح. ليزا a 5 ans. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Sa maman lui offre une belle robe rose. Son père un livre de français. Le cadeau de son frère est un cadre avec une belle photo de famille. إذن هنا لدينا النص. L'anniversaire de Lisa est عيد ميلاد Lisa. Lisa a 5 ans. لديها 5 سنوات. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. اليوم. Aujourd'hui, اليوم. Elle fête تحتفل بعيد ميلادها. Sa maman lui offre une belle robe rose. Sa maman هي والدتها. Lui offre offrir تهدي لها une belle robe rose. فستان وردي جميل. Belle جميل معناتها جميلة. Robe فستان. Rose c'est la couleur. Son père est livre de français. والدها ولا son papa. والدها هنا اهدى لها كتاب اللغه الفرنسيه، ليفر دو فرونسي، كتاب فرنسيه. لو كادو دو سون فرير، لو كادو هديه اخيها. اي ان كادر افيك اون بيل فوتو دو فامي، اهدى لها ان كادر فيه صوره العائله. نبدا بلي كيستيون. دون لو تيتر دو تيكست. هنا هذا لو تيتر، هنا انتبهوا جيدا، لو تيتر دائما يكون في البدايه. يمكن العنوان نسطر العنوان، يمكن ان لا نسطر العنوان. هذا هو العنوان لانيفرسير دو ليزا. اذا دون لو تيتر دو تيكست، لو تيتر دو تيكست اي هنايا دون اعطي يعني عنوان النص. الجواب عنوان النص هو تلميذ يكتب لانيفرسير دو ليزا. Souligne la bonne réponse. Souligne au سطر تحت الجواب الصحيح. Le cadeau de sa maman est. Le cadeau de sa maman. هدية الأم هي. Une robe bleue, une robe blanche, une robe rose. ماذا سنسطر هنا؟ جيد، سنسطر une robe rose. هدية الأم كانت une robe rose. Écris au pluriel. تمرين هنا يطلب مني أن أحول إلى الجمع. Une robe. رأينا معا. Une. ستصبح. Des. Très bien. Robe. نكتب robe ونضيف الاس. Le cadeau. رأينا أيضا le يصبح. Les. Cadeau هنا. هل نضيف الاس؟ لا نضيف الاس. رأينا أن le nom quand il se termine par e a u عندما تنتهي الكلمه ب e a u اضيف ال x ولا اضيف ال s. اذا لاحظوا une اصبحت d robe s le les cadeaux avec x. cherche dans le texte les mots qui contiennent. هنا نبحثوا في النص على الكلمات التي تحتوي على، هنا انتبهوا جيدا، سي، لكن هنا سي يعطيني الصوت اس، سي يعطيني لو صون كا ك، والاس هنا لا لتر اس تعطيني لو صون ز، رأيناها مع بعض. إذا ننتبه هنا، ننتبهوا ما بين قوسين، هنا سي لو صون صوت. نرى سي اسمع اس. نرجع الى النص ونستخرج الكلمات. ليزا لاحظوا هنا اس
ينطق زاد ما بين دو فويال. أ سانك، هنا نرى السي وننطقوه أس سانك. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Sa maman lui offre une belle robe rose. Aidan, rose, hna ara s wa antaq z. Limada? Li'annaha bayn deux voyelles, le o et le e. Son père, un livre de français, le cadeau. Hna la lettre c wa antaq k, cadeau. De son frère est un cadre. ك aussi هنا نسمعوا الصوت ك avec une belle photo de famille. إذن هنا كتبت لكم في الجدول كما تلاحظون 5 كادو كادر ليزا et rose صوت s. Mets en ordre les syllabes pour former des mots justes. هنا لدينا des syllabes مشوشين، نقوم بوضعهم نرتبهم لكي اتحصل على كلمة لها معنى. لدينا ni c'est une syllabe. A mo. Très bien. A ni mo. Hna ladaina sh di ma. Lamma nasma hna ladaina yawm huwa di ma sh. Idan animo hiya al hayawanat fi al jam' huna. Dimanche huwa yawm al ahad. هنا remplace le mot souligné par il ou bien par elle. لدينا في الجملة سنقوم بتعويض الكلمة المسطرة سواء بإيل، قلنا أن ضمير إيل معناتها هو، إل معناتها هي. دائما إيل عندما نرى اسم مذكر مفرد، إل اسم مؤنث مفرد. ليزا a 5 ans. ليزا هو اسم فتاة، أي c'est un prénom d'une fille. Donc automatiquement ça nous قوم بتعويض Lisa ب L. مفهوم؟ L a 5 ans. نقوم بإعادة كتابة الجملة Lisa أعوضها ب L. هكذا نكتبو مكان Lisa L. لا ننساو لا ماجوسكول هنايا لي زونفون، ملاحظة ما تنساوش لا ماجوسكول بداية الجملة. L a 5 ans. أعيد الكتابة وأضع النقطة نهاية الجملة. مفهوم؟ نواصل. Écris en cursive la phrase suivante. دائما لدينا الكتابة en cursive هنايا. Le cadeau de son frère est un cadre avec une photo de famille. هنا جملة طويلة نوعا ما لأننا في نهاية السنة. الملاحظات لا ننسى لا ماجوسكول النقطة لكي أنهي الجملة وأكتب يعني بخط مع احترام مقاييس الكتابة. ملاحظات فيما يخص الكتابة لو ماجوسكول ثلاث أسطر ما بين الأسطر، لدينا دي سطرين الباقي سطر واحد، الاف نصعد ثلاثة وننزل اثنان، التي سطرين مثل الدي avec une photo P. هنا ننزل سطرين الأسفل، ال H ثلاثة مثل ال L، T سطرين قلنا مثل ال D، ال F ثلاثة واثنان، ال L ثلاثة، ونضع نقطة النهاية. إذا هنا ننهي النموذج الأول ننتقل إلى النموذج الثاني. النموذج الثاني ma famille. Nous sommes dans la cuisine. Maman Farida mange du riz. Papa Amine mange des pâtes. Moi, Anis. Et mon frère Mostafa, on mange des frites. Ma sœur Betoul boit du jus. Et then can had a nas. Ma famille, عائلتي هو العنوان. Nous sommes dans la cuisine. نحن في المطبخ. La cuisine هي المطبخ. Maman Farida. أمي Farida هو الاسم. يبدأ دائما avec une majuscule. Mange du riz. Mange. Manger.
مانجي يعني تأكل، دو ري الأرز. بابا أمين، الأب اسمه أمين، مانج دي بات، لي بات هي العجائن. موا أنيس، أنا أنيس. Et mon frère Mustapha. وأخي اسمه مصطفى. On mange des frites. نأكل الفريت هي البطاطا المقلية. Ma sœur Betoul boit du jus. أختي بتول تشرب. Boire. C'est le verbe boire. أي تشرب. Le jus هو العصير. هنا يمكنكم الرجوع إلى ملخص الوحدة موجود على القناة. إذن هنا نقوم. Je complète. Nous sommes dans. أكمل. Nous sommes. نحن في. La classe ou la cuisine. Très bien. Nous sommes dans la cuisine. Là, on va compléter avec la cuisine. Mon frère s'appelle. Mon frère s'appelle Mustapha. Très bien. On va écrire Mustapha. Il mange quoi? Regardez, نرجعو هنا للنص. Moi, Anis et mon frère, on mange des frites. إذن, Anna, je mange des frites. Mustapha mange des frites. Donc, il mange, هو, يأكل, des frites. نكتبو, des frites. Ma sœur s'appelle, كيف اسمها? Elle s'appelle comment la sœur? Elle s'appelle بتول. إذا نكتبو بتول. لا ننسى الماجسكول حذاري هنا. ماجسكول. Elle boit. هي تشرب. تشرب ماذا? Du jus. إذا on va compléter avec du jus. Je classe les noms suivants. هنا لدينا un tableau. On a les salés. المملحات. Les boissons. المشروبات. Les sucrés, السكريات. On a du jus. Du jus هو العصير. إذن le jus هو عبارة عن مشروبات. Les boissons. Jus, on va écrire ici du jus. C'est des boissons. La soupe. La soupe هو الحساء. La soupe, c'est des salés. Très bien. تنتمي إلى المملحات. Une tarte. C'est un gâteau et then les sucrés. On va écrire la tarte ici. Je complète par. Là, il y a des lettres. On a des lettres. On va compléter à chaque fois le mot. Il y a des kalimats. On a stérile besora. Les kainarf, al kalima. Il y a I, B, C, A. Kaifan tantak, K, très bien. Et la lettre G, هنا. جميع الحروف رأيناها أيضا. Ça s'appelle comment? Les glaces. Très bien, on va écrire ici le G. Les glaces. المثلجات. Un cartable. Bravo, un cartable. Ça, c'est facile. Donc, on écrit le B. On a aussi quoi? Un quoi? Un cadeau. Ça, c'est un cadeau. C-A. Cadeau. Comme ceci. Une guitare. On a les kaina tahassal à la saut. G. يجب دائما أن أضع الU ثم الI. لأني لو أضع الI وحدها تعطيني une guitare ولا تعطيني une guitare. Guitare. هكذا. نواصل. Je classe les mots dans le tableau. هنا لدينا كلمات. يطلب مني أن أقوم بوضع الكلمات في الجدول. هنا لدينا C. La lettre C. أرى C وأسمع S. أرى C أسمع K. Le citron. كلمة الأولى C. Citron. إذن أضعها هنا. أسمع صوت S. Du café. K. C-A. تنطق K. تكتب هنا. Un costume.
أيضا سي مع الأو ينطق ك أو كوستوم تكتب هنا اون سيريموني سيريموني تعطيني صوت اس هنا سنكتبها إذن هنا ان سيزو سيزو هو المقص سي إذن هنا نسمع الصوت اس أيضا ستكتب هنا هنا سي مع الاي مع الاو مع الاي تنطق اس مع الأ مع الاو مع الاو تنطق ك. كانت مراجعة خفيفة، من يريد الدروس بالتفصيل يرجع إلى القناة. إكري أون كورسيف، هنا يطلب مني الكتابة دائما أون كورسيف. مون غران بير كريم بلانت دي كاروت، دائما نبدأ الجملة هنا لدينا دو ماجوسكول، لدينا جملة تبدأ بالماجوسكول ام ماجوسكول ولدينا ك ماجوسكول، سي ان نون بروبر اسم انسان او اسم عالم، إذن تكتب ماجوسكول هنا. هذه هي الملاحظتين، لا ننسى نقطة النهاية، عندما أكتب أكتب بخط واضح، أترك الفراغ دائما ما بين الكلمات. سأكتب، لاحظوا معي هنا الأم ماجوسكول، نصعد ثلاث سطور ما بين الأسطر، الأو الآن، جي أيضا هنا سطر، جو ديسون دو زانترلين هنا يعني في الأسفل اثنان، دي أصعد اثنان، بي أيضا جو ديسون دو مثل جي، الكا هنا لاحظوا الكا، نتمرن جيدا في المنزل على كتابة الكا والجي ماجوسكو، تخوا زانترلين، كريم، بلانت الال تخوا زانترلين، بي دو، دي أيضا دو زانترلين، و تي دو زانترلين، ولا ننسى نقطة النهاية، يعني نكتب بخط واضح، نترك الفراغ دائما ما بين، لا ألصق جميع الكلمات في بعضها، وبالتوفيق. تقي معنا نماذج أخرى بإذن الله، لا تنسوا الجام.